بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، فحكم البنج هو أنه درجة من درجات فقد العقل. فقد العقل ثلاثة مراتب، ثلاث مراتب: أعلى مرتبة الجنون، أدنى مرتبة النوم، المرتبة الوسطى الإغماء. فالبنج حكم الإغماء، الإغماء يكون بسبب مرض أو أخذ دواء يفقد العقل. السكر يلحق بالجنون، البنج يلحق بالإغماء. النوم لا خلاف أنه لا يضر بالصوم، يعني حتى لو نام النهار كله صومه صحيح. الجنون لا خلاف أنه يبطل الصوم ويسقط القضاء، يعني صومه يبطل لكن ليس عليه قضاء، لأن المجنون غير مكلف حتى لو كان جنونه متقطعا. أما الإغماء فهو في المرحلة الوسطى، فيه خلاف بين الفقهاء، والذي عليه الفتوى أن الإغماء إذا شمل جميع النهار، يعني هو فاقد الوعي من قبل الفجر إلى أن غابت الشمس، كل النهار هو مغمى عليه، فصومه غير صحيح وأيضا ليس عليه قضاء. فمن الناحية العملية ما عليه كل شيء. وأما الإغماء الذي لا يستغرق النهار فصومه صحيح، بمعنى إذا أفاق يتم صومه ولا شيء عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.